اقترب افتتاح المتحف المصري الكبير، وبدأت معاه مرحلة ما يعرف بالتشغيل التجريبي فيما يعد هذا الافتتاح الذي ينتظره العالم وينتظره عشاق علم المصريات أهم حدث ثقافي سوف يشهده العالم الجديد خلال القرن 21. خلينا نشوف. تحفة معمارية وصرح تاريخي يقف على بعد أمتار من أهرامات الجيزة. المتحف المصري الكبير أنشئ بواجهة تشكلت على هيئة مثلثات مترصة رمزاً إلى الأهرام، وبتصميم فريد ومبتكر وارتباط وثيق بحضارتنا العريقة ورموزها الأبدية، لجذب أكثر من 5 ملايين سائحاً سنوياً في مدخل المتحف خلال زيارة لتمثال رمسيس. تنطلق خطة العرض المتحفي بالتعرف على أسرار الحضارة المصرية من قاعة العرض الرئيسية التي تغطي مساحة 22,000 متر، والدرج العظيم، وقاعة الملك توت عنخ آمون، وغيرها من المواقع الأثرية. كنوز المتحف الأثرية أصبحت محط أنظار العالم أجمع، ولكن قبل أن تظهر للزوار يقوم بإعادتها كما كانت في عهد المصريين القدماء. مجموعة من مهرة الترميم هم أطباء الحضارة وحفظة التاريخ. تنتظر مصر وينتظر العالم معها افتتاح المتحف المصري الكبير، صرح عملاق يضم نحو 100,000 قطعة أثرية ليكون واحدا من أبرز المنشآت الثقافية والعلمية والمتحفية حول العالم. احنا طبعا لو اتكلمنا عن القاعات اللي هي موجوده في المتحف المصري الكبير، يعني خلينا ممكن ناخد الزائر اول ما هيجي ايه هيشوف ايه في المتحف المصري الكبير. اول حاجه هيشوفها المسله المعلقه اللي هي موجوده في الخلفيه دي، اول مسله معلقه على مستوى العالم خاصه بالملك رمسيس الثاني، جات من صان الحجر وتم ترميمها وتجميعها هنا وبفكر مصري خالي، يعني ما فيش اي تدخل من جهات اخرى، ولكن كل العمل فيها كان كله افكار مصريه، تصميم اللي هو المهندس عاطف مفتاح. دي اول حاجه بيزورها الزائر في المتحف المصري الكبير. بعد كده بيخش على ما يسمى بالبهو العظيم، البهو العظيم اللي فيه تمثال الملك رمسيس الثاني، بيستقبل الزائر ثم عمود الملك نير المرتاح ابن الملك رمسيس، ثم تمثال لملك وملكه من العصر البطلمي موجودين داخل البهو العظيم، بالاضافه الى 10 تماثيل من مجموعه الملك سونسرت الاول موجودين في البهو العظيم. بعد كده القاعة الثانية اللي هي الرئيسية برضو عندنا اللي احنا بنسميه الجراند سيركيس او الدرج العظيم، اللي هو بيعرض مجموعة من افضل القطع الاثرية الثقيلة اللي بتبدأ من عصر الدولة القديمة ثم عصر الدولة الوسطى عصر الدولة الحديثة الى العصر اليوناني الروماني، طبقا لسيناريو عرض موضوع على الدرج العظيم، بيتكلم عن الملكية، بيتكلم على اماكن العبادة في مصر القديمة، بيتكلم عن الملك وعلاقته بالآلهة، ثم بعد ذلك بيتكلم على الحياة الاخرى في العالم الاخر. ده الموضوع الرابع. احنا ده مش افتتاح تجريبي للمتحف المصري الكبير، ولكن هو تشغيل تجريبي لخدمات المتحف المصري الكبير، الخدمات التي تشمل المطاعم، الكافيهات، الجيفت شوب. ده لازم تتجرب قبل السايح ما يجي ونشوف ايه لو فيها مشاكل تتعدل، فيها تطوير يتعمل التطوير. طبعا ده خدمات المتحف فقط وليس افتتاح تجريبي للمتحف المصري الكبير، لان الناس حصل عندهم يعني نوع من الخطا ان احنا ايه في تشغيل تجريبي للمتحف. لا، هو ان شاء الله طبقا للتقديرات القياده السياسيه هيتم الاعلان عن موعد المتحف ويفتتح المتحف كاملا لاول مره عشان نقدمه دي للعالم كله باذن الله. موضوع نقل الآثار بدأ يمكن من 2009. احنا بدأنا مركز الترميم تم افتتاحه سنة 2010 قبل المتحف نفسه بفترة كافية علشان نقدر نعد القطع الأثرية اللي هي جاية من مواقع أثرية مختلفة. جزء منها كان معروض وجزء منها كان مخزن في مخازن متحفية في مصر كلها، فكان لازم يكون مركز الترميم يتم افتتاحه قبل المتحف بفترة كافية علشان نقدر ننقل القطع الأثرية دي كلها ونعمل عمليات الترميم اللازمة قبل عمليات العرض المتحفي. فحتى الآن تم نقل أكثر من 55,000 قطعة أثرية موجودة دلوقتي في مركز الترميم، جزء كبير منها هيتعرض في المتحف،
طبعا عملية النقل بتبدأ الأول بأن احنا بندرس القطع الأثرية بعد موافقة اللجنة الدايمة على نقلها للمتحف المصري الكبير، بيتم عمل دراسة حسب نوع القطع الأثرية، درجة تلفها، بيتعمل باكينج ليها أو تغليف بشكل مناسب حسب الحجم والشكل. فاحنا عندنا مثلا آثار صغيرة الحجم، متوسطة الحجم، والهيفي أو التقيل والسوبر هيفي كمان، أو الآثار التقيلة جدا. كل حاجة من دول ليها طبعا طريقة في تغليفها ونقلها. بتوصل الآثار لمركز الترميم، بنعمل أنباكينج أو فض القطع الأثرية، وبتدخل المعامل مركز الترميم. مركز الترميم يعتبر واحد من أكبر مراكز الترميم في العالم، هو مبني على مساحة 32,000 متر مربع، متقسم لحوالي 19 معمل. المعامل دي كلها بتغطي كافة أنواع الصيانة، يعني كلمة صيانة هي الكلمة الأعم من كلمة ترميم.